نخش بقى على الخبر اللي هو ايه، يلا بقى يعني مش عارفين نقول ايه للمصريين، بس خليكم معانا ونشوف اخرتها ايه. ركزوا بقى معانا في الخبر ده عشان الخبر ده كويس جدا. احنا كنا عمالين نقول بلاها لحمه بلاها لحمه، ده احنا مش هيبقى بلاها لحمه، ده هيبقى بلاها اكل خالص يعني. طيب الخبر ده بقى زي ما قلنا بيهم كل المصريين، وصرح وقال محمد وهبه رئيس شعبه الجزارين بغرفه القاهره التجاريه ان أسعار اللحوم في عيد الأضحى المبارك بالمحلات والأسواق الأسواق الثابتة بلغ بقى سعر كيلو اللحمة الضاني من 80 ل 90 جنيه، وده وفقا للأجزاء المطلوبة، لكن بقى بتصل أسعار الكيلو للكندوز ما بين 70 ل 90 جنيه. انا عايزاكم بقى لو ما لحقتوش تكتبوا الارقام اللي نرمين قالت لكم عليها دي، تلحقوا تجيبوا ورقه وقلم عشان ايه، لسه هكمل لكم باقي الاسعار. وتابع كمان رئيس شعبه الجزارين ان سعر كيلو البتلو بيتراوح ما بين من 60 ل 130 جنيه، وفيما بيتعلق باسعار اللحوم القائم بتتراوح اسعار اللحم الضاني القايم ما بين 35 ل 38 جنيه، مشيرا طبعا الى ان سعر الخروف البالغ وزنه 55 كيلو بيوصل ل 2000 جنيه، وبيوصل سعر العجل البالغ وزنه 350 كيلو ل 12000 جنيه. احنا بقالنا تقريبا يعني شهر او اكتر بنتكلم في بلاها لحمه، بنتكلم في ان العيد داخل، بنتكلم في انه لازم يحصل اي اجراء او اي تصرف عشان اسعار اللحمه تنزل، ولكن مش عارفه اقول ايه. يعني اعتقد كنا لسه انا بلاها لحمه، لا بلاها لحمه خالص بالظبط كده يعني، كنا لازم نتكلم قبل الهوا يعني بنتناقش في الخبر ده، فكنا بنقول الناس اللي كانت بتجيب عجل هتجيب خروف، واللي كانت بتجيب خروف هتبدا تجيب لحمه، يعني لحمه عاديه يعني وزن اقل، كيلوات عاديه، ده اكيد هياثر علينا كلنا سواء حد قادر ماديا او حتى غير قادر. فيعني مش عارفين نقول ايه، خلاص ليه تفضل عليه قد ايه، 5 ايام خلاص، مفيش يعني مفيش بتهيألي اي قرار ممكن ينزل ينزل في اسعار اللحمه، مفيش. بعدين اسعار اللحمه يعني احنا شفنا البتلو ولا مش عارفه، انت قلتي في حاجه كده مش فاكره هي ايه، من 60 ل 130. طب ايه ده سعر كيلو البتلو؟ البتلو صح؟ 130. طب يعني ايه، يعني ايه 60 ل 30 يعني من غير عظم؟ بعظم ومن غير عظم، ده بالعظم. خلاص يعني ماشي، يلا بلاها لحمة، ربنا معانا، ربنا معانا خالص. طيب